والرجل الذي كان في بطولة كأس العالم 90. الله 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 الله، هدف للإمارات، يسجل الإمارات الهدف الأول. قلت لك اقترب كثيرا الصفور من الوصول إلى مرمى الملك. يسجل في هذه الأثناء نجار الرشدان، يضع الكرة في المرمى ويحتفل على طريقة المنسف الأردني. نزار الرشدان يحتفل بطريقة الخاصة، يسجل هدف جميل من كرة رأسية حلوة 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 حق تبلد. سجل الصفور، تقدم في هذه المباراة. هوبا رأسية، جيبها معاك يا عادل من المرمى، هاتها من الشباك.